نظم حزب حماة الوطن بالبحيرة جلسات الحوار الوطني بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وعدد من قيادات الحزب والنواب وأساتذة الجامعات، وذلك بمقر مجمع دمنهور الثقافي. تناولت الجلسات المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في حضور عدد كبير من أبناء محافظة البحيرة. فخورين جدا بشعب ومحافظة البحيرة على هذه المشاركة وعلى هذا الإحساس اللي نابع من ذاتهم للمشاركة في التخطيط لرسم سياسات اللي هتساعد الدولة المصرية لتنفيذ رؤى ومقترحات وتطوير أداء العديد من المجالات اللي فعلا ترقى وتصل بالدولة المصرية إلى المبتغى الذي ينشده المواطن المصري وعلى رأسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول إلى إن شاء الله الجمهورية الجديدة. تحدثنا في المحاور المتعددة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ويعني اهتمينا إلى حد كبير بالمحور الاقتصادي بما أنه يهم شريحة عليا من المصريين، وخصوصا بعد تأزم العالم بالحرب الأوكرانية ومقابلي كوفيد-19، فده كله بلا شك أثر تأثير سلبي على اقتصادات العالم. احنا قدرنا أن احنا نطلع بأقل الخسائر، فقدرنا أن احنا دلوقتي نحاكي الأولويات الملحة للمواطن بتكليف القيادة السياسية، أن نقدر إن شاء الله يشترك في الحوار كافة طوائف الشعب المصري باعتبار أنه حوار يشمل كل المصريين. بشكر كلامي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطني، يمكن ده حرك الحياة السياسية داخل مصر. تمام، كانت مبادرة الحمد لله مبادرة كان لها قيمتها، ودي من ضمن يعني اكتر مبادرات فارسي، مبادرة حياة كريمة، الحمد لله كل مبادرات راكت نجاح. عشان كده انا متأكد ان المبادرة الحوار الوطني الحمد لله اثبتت فعاليتها واثبتت نجاحها. يمكن احنا مجرد ما ترقينا السيد الرئيس بحوار وطني لجميع فئات المجتمع، ابتدينا نعمل على هذا المحور السياسي والاجتماعي والاقتصادي. نزلنا داخل الكرة والعزب والنجوع عشان نشوف ايه مطالب المواطن المصري.